هي طيبة للجميع، نمر إلى تمرين 13 صفحة 65 لنحو المتراجحات التالية. نبدأ بالمتراجحة 2 إكس أكبر من أو يساوي 6 لدينا. إذا بنفس الطريقة اللي كنديروها مع المعادلات كنديروها مع المتراجحات، غير هو فاش نضربوا ولا نقسموا على شي عدد سالب ننتبهوا للرمز راه كيتقلب. إذا عندي هنايا 2 إكس، إلا بغيت نخلي غير إكس شنو غندير؟ غادي نقسم هنا على 2 والطرف الثاني نقسمه على 2، 2 عدد موجب، إذا ما غاديش يتقلب الرمز. إذا عندي هنايا إكس أكبر أو يساوي 6 على 2 هي 3. إذا هنا راه المتراجحة ما كيكونش عندها حل واحد، كيكون عندها مجموعة من الحلول. إذا حلول هذه المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية، جميع الأعداد الحقيقية، شنو هو هذا الرمز هذا؟ الأكبر أو تساوي 3، الأكبر أو تساوي 3. إذا هنا 3، 4، 5، 6، 7، 7 ونص، 7.25، جميع الأعداد الحقيقية. متراجحة رقم 2 لدينا. إذا بنفس الطريقة باش نحيدو هاد 3 كنقسمو الطرف الآخر على هذاك العدد اللي مع إكس. إذا هنا غادي يكون عندنا إكس أصغر من أو يساوي ناقص 4 على 3. علاش هنا ما غيرتش الرمز؟ لأن 3 عدد موجب. إذا حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية، شنو عندنا؟ الأصغر من أو تساوي 4 ناقص 4 على 3. نشوف المتراجحة 3 لدينا. إذا باش نخليو غير هنا غير إكس، شنو غادي ندير؟ غنشد هاد 8 هادي ونقسمها على ناقص 3. ناقص 3 عدد سالب، إذا الرمز غادي يتقلب. إذا هنا الحلول هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من 8 على 3. حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من ناقص 8 على 3. من هذا الناقص نقدروا نديروها في السطر، نقدروا نديروها الفوق، نقدروا نخليوها لتحت. متراجحة رقم 4 لدينا ناقص 5 إكس أصغر من أو يساوي ناقص 3 على 2. إذا أنا إلا بغيت نخلي غير إكس شنو غندير؟ غنشد هاد ناقص 3 على 2 ونقسمها على ناقص 5، يعني غادي نضربها في 1 على ناقص 5 المقلوب. هذا عدد سالب يتقلب الرمز. إذا إكس أكبر أو يساوي ناقص، مشات مع الناقص، 3 في 1 3 في 5 10. حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر أو تساوي، إذا هذا الرمز كنقراو، أو تساوي 3 على 10. نمشيو للمتراجحة الموالية، ناقص 2 إكس أكبر قطعا من ناقص 3 على 4 لدينا. إذا باش نحيدو هاد ناقص 2 غادي نديرو إكس، وهنا غنشدو هاد ناقص 4 على 3 غنضربوها في 1 على ناقص 2 كنضربو في المقلوب. إذا هنا الرمز ضربت في عدد سالب غادي تقلب الرمز، كتضرب أو كتقسم عدد سالب كتقلب الرمز. إذا إكس أصغر قطعا من ناقص مشاف مع ناقص 4 على 6، أي إكس أصغر قطعا من 2 على 3. حلول المتراجحة هي جميع
الأعداد الحقيقية شنو عندنا الأصغر قطعا من ماذا؟ من جوج على ثلاثة. لدينا نمشيو هنا كذلك بنفس الطريقة. إذا هنا عندنا إكس، باش نحيدو هذا العدد كنضربوه في الطرف الآخر في المقلوب ديالو. إذا هنايا ما معنى المقلوب؟ إنك ثلاثة على جوج إكس غضرب هنايا جوج على ثلاثة. علاش كنضرب في المقلوب؟ باش تمشي هذه مع هذه وهذه مع هذه. إذا نفس العملية غنديرها هنايا، ناقص ستة على خمسة في جوج على ثلاثة. ها هو المقلوب اللي كنقصد، هو هذا جوج على ثلاثة. هذا جوج على ثلاثة موجب، الرمز غيبقى هو هذاك. إذا هنا بقى لنا إكس أصغر من أو يساوي ناقص عشرة على 18. إكس أصغر من أو يساوي ناقص خمسة على 9. حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية هنا شنو عندنا؟ الأصغر أو تساوي، المهم هذه كنقراوها، كنبداو من إكس وكنقراو أصغر أو تساوي ناقص خمسة على 9. شكرا على حسن المتابعة، إلى التمرين الموالي.